يقول: في عمرتي العام الماضي في رمضان وبعد انتهائي من السعي وجدت في ثياب إحرامي نجاسة، فغيرت إحرامي وأعدت الطواف والسعي مرة ثانية. لا يلزمك الإعادة ما دام أنك لم تعلم أنه حصل في الطواف، لم تعلم أنه حصل في الطواف. فالأصل الطهارة، وجود الحدث بعد الفراغ من العبادة لا يبطلها، لأنه ربما حصل بعد أن فرغ لا يدري. فالأصل الصحة والأصل بقاء الطهارة والحمد لله، ما لم يعلم 100% أنه طاف وعليه نجاسة أو أنه محدث. نعم.